لكن لو أن الإنسان سئل عن شيء من المعلومات التي لا يجهل مثلها، وهي معروفة ولا تتعلق بتنزيل الحكم على واقعة معينة، كما لو سئل كم عدد الصلوات المكتوبات فقال عدد الصلوات المكتوبات 5، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا نوع من الفتوى، وهو جواب في مسألة شرعية، لكنه قاله بعلم، وليس ثمة تنزيل لهذا الحكم على واقعة معينة حتى يقال يمكن أن يدخل الإشكال من عدم فهم واقع تلك المسألة التي نزل عليها الحكم.